قدي حلوة الموسيقى، قدي حلو هيك الشجن بيقولوا بيعطي أحاسيس حلوة. خلي لي إياها، ما تروحي لي إياها، الله يخليك يا الميوزك. مساء الخير لكل يلي عم يتابعوني عبر هوا بانوراما اف ام. انا وسام برقدي وبحييكم بقصتك. قديه مهمة الموسيقى بحياتنا، يعني ايام كتير انا كنت مبلش بدي احكي بشي، ولما سمعت هالموسيقى بتخليني اروح على مطرح تاني، بتخليني افكر بكل القصص. بتحس هيك حياتك هي فيلم قدامك عم يمرق. هالاحاسيس الحلوة، هالقلات الحلوة، الموسيقى قادرة تاخدنا لمطرح تاني مختلف في حياتنا، قادرة تحرك كل المشاعر والاحاسيس من جوا، ان كانت الفرح، ان كانت الزعل، ان كانت الحزن. كل نوع من الموسيقى بيعيشكن حالي. اوقات هالموسيقى اللي هلا عم اسمعها ممكن تردني لمطارح فيها جور بحياتي، فيها وجع، فيها الم، فيها ذكريات بشعه. واوقات فيها تاخذني على طريق الحب، طريق المشاعر الحلوه، طريق الذكريات الحلوه. يمكن يلي كتار منكن عم يسمعوني عيشوها بحياتهم، خسروها، ما عرفوا يحافظوا عليها، وفي منهم بيتمنوا انها ترجع وتكون بحياتهم. الموسيقى محرك للأحاسيس، محرك للمشاعر، محرك وتريجر مثل ما بيقولوا هيك، دافع للذاكرة لترجع تستحضروها، لو كان عمرها سنين، لو 10 سنين، لو 20 سنة، لو 30 سنة. هالنغم اللي عم تسمعوه هلا وهيك بتعليلي شوي، هذا النغم كل واحد منكم هلا عم يسمعه، رح شيل صوتي عنه، كل واحد منكم رح يحس بإحساس مختلف. اعملوا معي هالإكزرسايز، انتوا عم تسمعوا هالموسيقى غمضوا عيونكم، بس اذا سايقين اقعد غمضوا عيونكم. غمضوا عيونكم وفكروا شو اول فكره بتجي براسكم، تاملوا فيها، شوفوا اذا حلوه، شوفوا اذا محزنه، شوفوا اذا فيها الم او فيها شوق. شفتوا اللي عم بتحسوه هلا؟ هذا هو اساس برنامج قصتي قصتك. احاسيسكم، مشاعركم، الالم اللي عم تعيشوه، الوجع اللي عم تعيشوه، الفرح اللي عم تعيشوه، هو اللي قصص بتفكروا حالكم انه انتم لحالكم عم تعيشوه. بس لا، انتم مش لحالكم. كل واحد منا بهيدي الدنيا بيعيش نفس المشاعر ونفس الاحاسيس. كل واحد منا عنده قصص بتفرحه وعنده قصص بتزعله. كل واحد منا عنده همومه، عنده اوجاعه، عنده disappointment تبعه، القصص اللي فشل فيها، القصص اللي تعذب فيها، القصص اللي نجح فيها، وكلها بتعلمنا وبتعلم كل واحد رح يسمع من خبرة الآخر. خبراتنا بالحياة هي أكبر شيء بيساعدنا إن نتعلم. تخيلوا قديش أوقات كتيرة بحياتكم بتفكروا بقصص عم بتعيشوها، بتقولوا يمكن أنا لحالي، ويمكن عم بسمع حالي. كنت عاملكم أنه أيام بتعيشوا قصص بحياتكم بتصيروا زعلانين وتعبانين وتقولوا يا الله ليش عم بيصير معنا هيك، ليش أنا عم بيصير معي هيك بحياتي. بينما طلعوا حواليكم يمكن أقرب الناس عم بيعيشوا نفس الشيء. الفرق أنه منخلي أوقات كتيرة هالقصص لقلنا بحياتنا. قصتي قصتك هو المكان يلي موجود كل تلاتة الساعة 9 لكل واحد منكم هلأ بسيارته، قاعد ببيته، عم يسمع الراديو، عم يستمتع، يمكن زهقان، يمكن مبسوط، يمكن تعبان. أنا موجود هون لأسمع شو في براسك، لأسمع شو هي قصتك، لأسمع قصصكم، وأقدر أنا وياكم نوصل لهيك ساعدكم إنكم تفكروا فيها بطريقة مختلفة. لأنه أهم شفة بالحياة، أهم شيء منقدر نحصل عليه بحياتنا هو لما منلاقي ناس حقيقة بيسمعونا للي نحن عم نعيشه، لا بيعيرونا،
ولا بيطلعوا فينا بمحاسبة وبجادجمنت، بيكونوا عم بياخدوا قرارات تجاه القصص اللي عم نعيشها. انتو بحاجة لأشخاص تسمعكن مثل ما انتو، مثل ما انتو، وتلاقوا الأفكار والأجوبة اللي انتو بدكن إياها، لأن اوعى تفكروا انه في حدا ينصحكم بالحياة. أكبر نصيحة تقدر تجيكن من شخص هي موجودة جوا عندكن، بس انتو مخبيين وانتو خايفين انكن تواجهوها وتقولوا انه هيدي هي الحقيقة. لكل قصصكن انا بانتظاركن على 011-5200-200 بانوراما اف ام. موضوعنا اليوم رح يكون خصو هيك، انا بحب فلتي فلتي شوي. واحد منكم هلا حس انه في يحكي فيها في 5200 200، بس اللي ما عنده قصة تعبته اليوم احكي انا وياكم فيه رح يكون فيه سؤال، وهذا السؤال مربوط بانه قصص كثيرة بتقطع معنا بالحياة، ومواقف بتمرق معنا بالحياة بتغير حياتنا وتعاملنا مع الآخرين. أيام منقطع بمشكلة، أيام منقطع بديسابوينتمنت من أشخاص كانوا كتير قراب لنا وسقنا فيهم، أعطيناهم حب، أعطيناهم حنان، أعطيناهم ثقة، أعطيناهم اهتمام، أعطيناهم مال، أعطيناهم كل شيء وطعنوا فينا. هيدول الأشخاص أوقات بغيروا طريقة تعاملنا مع الناس الآخرين وبغيروا حياتنا وبغيروا التعامل. قصصكن يلي غيرت حياتكن وتعاملكن مع الآخرين بهمني أني اسمعها، بهمني اسمع من كل واحد منكن شو القصة اللي مرقت بحياتك علمتك أنك تتغير وتغير تعاملك مع كل الناس وحطيتها رولز بحياتك ما بتبعد عنها. رح اسمع أنه يكون أغنية وبانتظار اتصالاتكن على 011-5200-200. رح نروح على بريك، مذكركم الرقم وقصصكم اليوم اللي عبالي اسمعها هي قصص غيرت حياتكم وتعاملكم مع الآخرين. انت اللي عم تسمعني قطعت بكتير من القصص اللي ضايقتك وغيرت تعاملك مع الآخرين وغيرت لك حياتك. هاي القصة اذا بتشاركها هلأ معي على الهواء يمكن بعدها تعبتك، ويمكن لقي لحلول، ويمكن هيدي القصة اللي انت رح تقولها رح تفيد ألاف الناس اللي عم يسمعونا ويمكن عم يمرقوا من نفس الظرف أو بعد ما مرقوا. تبهوا، أيام كتير قصصنا بتساعد ناس ينتبهوا. رح أخبركم قصة من بعد البريك وبتعرفوا أنه كيف نحن منتعلم من قصص الآخرين. بريك. غريبة الناس، غريبة الدنيا هي. قدي حلوة هالغنية وقدي كلمتها معبرين بحياة كل واحد منا. غريبة الناس وغريبة الدنيا دي. الناس جناس، لما بتقتنعوا بحياتكم انه الناس جناس بتعرفوا كتير منيح انه اذا كنتوا منيح مش معناتها رح تلاقوا بناس منيح، واذا كنتوا وحش كمان مش معناتها رح تلاقوا بناس وحش. يعني عادة واحد بفكر انه انا وحش وانا ما بسوى، ما كتير بفكر، بس الإنسان المنيح هو بيعرف حاله أنه إنسان منيح. اوعى تفكر أنه كيف أنت بتكون بالحياة أو كيف أهلك ربوك رح تتلاقى بهول الأشخاص نفسهم. بس على القليلة إذا كنت هيك زلمة مؤمن ومرتاح مع حالك، ربنا بيشيل هالناس المأزية من حياتك، بس لازم تكون منتبه. لازم الإنسان بحياته ما يكون نعجي كل الوقت، لازم يكون ذئب، لازم يعرف كتير منيح الحكمة. مش انك تكون انسان بس طيب ومثل ما بيقولوا البسين بيكلوا عشاه، لا، لازم تعرف كتير منيح بحياتك كيف تختار الاشخاص، لازم تعرف كيف تتعامل مع هول الاشخاص بحياتك، ولازم تعرف انه لما بتستسلم كليا وبتنسى انه هول الاشخاص ممكن بمطرح من المطارح مصالحهم تؤدي لانهم يأذوك، وهذا الأذى بيكون كتير كبير إذا كنت مستسلم ومش واعي. 011-5200-200 أول اتصال. ألو، مرحبا. ولك مرحبتين، أهلا وسهلا. مين معي؟ بنيوت وليد. وليد كيفك؟ يا ربي لك الحمد. أهلا وسهلا فيك يا وليد، كيفك يا وليد؟ طمني منيح. من جد غريبة الناس.
غريبة الناس وغريبة الدنيا دي. بتأمن يا وليد انه الناس ايش ناس؟ ما دخل الدنيا ابدا، الناس هم الاغراب. شو صاير معك يا وليد؟ عريس جديد. الف مبروك. الله يبارك فيك. وليش رابع يوم من رابع يوم بشهر العسل. هاي المدام بحضني تقول لي اسمع كلامي يا سعيد. لكل ايه سعيد مين هذا؟ وليد رجعت بيت اهلها. وليد ايوه ايه يا حبيبي شو صار معك؟ خلاص اقول لك رابع يوم في شهر العسل. امتى صارت معك؟ من 10 ايام. شو عملت؟ رجعت بيت اهلها. والحين هي عند اهلها. شو قالت لك؟ قالت لي يا سعيد. وهي بحضني. سألتها ليش قلتي لي سعيد؟ المرة الأولى قالت كنا نتكلم عن السعادة وكانت عبارة عن طباق وجناس كذا. سعيد جات مع السعادة مع المرة الثانية قالت سعيد من؟ المرة الثالثة قالت سعيد كانت بيني وبينه علاقة. بس من جواتك شو حاسس يا وليد؟ من جواتي؟ ما أدري ما أبغى أعاقب، ما أبغى أتخذ أي رياكشن، ما أبغى أتخذ أي ردة فعل. ما أدري، كل ما جيت أفكر في حاجة أشوفها قليل للموقف اللي تعرضت له أطلقها قليل. إيش أسوي؟ أنت من قلبك ماني عارف. أنت من جوا. يعني أنا بدك تعتبرني مريتك، بدك تعتبرني صديقك، بدك تعتبرني أخ، اعتبرني اللي بدك إياه. اعتبر فشة خل. بفهم الإحساس اللي أنت عم تحسه، لأنه بيوجع والخيار كتير صعب بهذا المطرح. بس أنت من جوا هيك، إذا بدك تقعد بينك وبين حالك شو بدك؟ من جد؟ هيك بأمانة كأنك قاعد بينك وبين حالك، إذا بدك تحكي بعد. مو هذا اللي أكثر حاجة منرفزني، إني أنا إلى الآن ما قادر أتخذ قرار إيش أسوي في الموضوع هذا. والله أنا إيش عايز في الموضوع هذا؟ عايز أطلقها وأريح راسي؟ لا، عايز أنتقم؟ حرام. إيش خلاص حاجة صارت إلى الآن أنا ماني عارف إيش أسوي. قبل ساعة ممكن كانت تدردش معي تقول لي سامحني خلاص ايش تبغى تسوي. قلت له والله الى الان الخيار الوحيد اللي معي اني اخليكي معلقة كده، لا اطلقك ولا اتزوجك ولا اسوي اي رياكشن ولا اسوي اي ردة فعل. فيني اقول لك شغلة يا وليد؟ يمكن انا مش بموقع اني انصحك، وبعرف بعرف اللي عم بتحسه، وبعرف القلق، وبعرف الضياع اللي انت عايشه بهذا الموقف. بس بدي لك شغلي، انا تعلمت بحياتي شغلي وحدي، الوقت هو اهم دواء. انت هلأ بحاجة، انت قلت لي صارت معك من 10 ايام وانت ضايع بقرارك، لأنه يعني أنا أقول لك بالضبط، يعني 16 شوال كانت يوم الحفلة، 20 شوال وليد فيني لك شغلي فيني لك شغلي كانت الحالة. فكر بوليد بس، لا تفكر بالناس
ولا تفكر بالحواليك ولا تفكر بكل شيء صار، فكر بوليد وبنفسك وبالقصص اللي عم تعيشها بينك وبين حالك. ونصيحتي لك خي وليد، الوقت رح يساعدك كتير تاخد القرار المناسب. ما يعني don't push، ما 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 تشد حالك وما تاخد حالك على على مواقف يمكن انت ما عبالك تاخدها. قلت لي عبالي طلع، عبالي انتقم، عبالي مش عارف شو بدك. ترك الوقت هو يلي يساعدك. يمكن في اشخاص هلأ عم يسمعونا رح يكونوا بيختلفوا معي بالرأي، بس انا بدي اقلك شغلي، في كتير قصص ممكن تصير بحياتنا، في كتير مواقف ممكن تصير بحياتنا. مش مهم شو هي مصيبتك يا وليد، تعرف شو المهم؟ مهم كيف تعالجها، مهم كيف تديرها. لأنه إدارتك لهيدي القصة اللي صارت معك هي اللي رح تحدد لك مستقبلك. أنا نصيحتي لك مثل خي، بقول لك بفهم اللي أنت عم تحسه، ما تاخد أي قرار أنت وعم تحس كل هالأحاسيس. ترك الوقت، يعني ترك الوقت يساعدك. أخليني نفس المكان اللي أنا فيه الآن أستمر عليه. أعطيه حالك وقت. أنا هي نصيحتي لك. والناس اللي بيحبوك حقيقة، اللي هني قراب منك، اللي هني يمكن إلى الآن ما فيش أي إنسان يعرف الموضوع هذا. يمكن لكن انتبه، في ناس قريب كتير من قلبك، يمكن الوالد، يمكن الوالدة، هول الناس اللي رح يعرفوا يقولوا لك حقيقة اللي انت عم بتعيشه. لانه انا بقول لك فكر بوليد، فكر بشو قلبك من جوا بده. اوعى تفكر باللي حواليك، اوعى تفكر بضغط الناس، اوعى تفكر بكل شيء صار. فكر بوليد، هذا القرار قرار حياة خاص لك، ما حدا رح يحمله الا انت. يلا غريب الناس. شكرا. الله يحميك يا وليد، وانا بدعي لك من قلبي انه هيك ربنا يريح لك قلبك وتعرف تاخد القرار المناسب لك. بس نصيحتي الوقت كتير مهم، وتذكر اللي قلت لك اياه، مش مهم شو هي المشكله او المصيبه اللي عنا اياها، مهم كيف بنحلها. واوقات كتير الحياه بتطلب منا مواقف بنكون نحن مش حابينها، او مواقف بدها جرأة. انت خد قرارك، فكر كتير منيح. ما حدا بيغيرك بيعرف هالإنسانة شو هي وكيف هي وكيف كانت معك وكيف تصرفاتها معك وكيف كل شيء. انت الوحيد اللي بتعرف كل شيء. وليد مثل كتار من الناس كان عنده الجرأة انه يقول اللي بقلبه. ايام نحنا بنستحي من هول القصص. هلأ في منكم يمكن عم يسمعوني عم بيقولوا معقول؟ كيف خليه وليد يحكي؟ ليش حكي وليد؟ كيف قال وليد؟ لا ليلكن شغلي، هول المشاكل موجودين يمكن من عشر أشخاص حواليكم، يمكن في 2 و3 عم بيصير معهم مشاكل، عم بتصير معهم مصايب بقلب بيوتهم. في ناس عم بحلوها بقلب بيتهم، في ناس عم يتركوا الوقت يحلها، في ناس قصص كتير عم بتصير معها بحياتكم. ما تحكموا على حدا، هو محطوط بموقف وهذا الموقف كثير مهم لقاله بحياته. لأنه كل شغلة بتكون تقرروها بحياتكم تذكروا كثير منيح أنه هذا القرار تأثيره الوحيد هو عليكم. ما تفكروا بالناس اللي شو ممكن يقولوا وكيف بيقولوا وشو بيعملوا. بقصة وليد وزوجته، هو إياها بس بيعرفوا شو الحل، هو إياها بيعرفوا شو في بيناتهم، هو إياها بس بيعرفوا لوين ممكن يروحوا بهالقصة. 011-5200-200 أنا بانتظار قصصكم. يلي زعلني وليد، زعلني لأنه بفهم إحساسه اللي عم بعيشه، وبفهم الضياع اللي عم بعيشه. هل بفكر باللي ولا بفكر باللي قبل اللي صار، ولا بفكر ببعد اللي صار؟ الوقت يا وليد، الوقت. ما بعرف، ما بدي، ما مش قادر اخذ اتصال لانه بعدني عم فكر اذا في شيء لازم اقوله لوليد. بس بقول لك ايه، اعطيه حالك وقت، اعطيه حالك وقت خي وليد. اتصال جديد. الو، مرحبا خي وسام. اهلا وسهلا، مين معي؟
معك أبو خليل. أهلا وسهلا فيك يا أبو خليل، طمني عنك. الله يسلمك، والله بألف نعمة شكرا التعميل. صراحة أنا لما بسمع صوتك وطريقة تقديمك للبرنامج أحس براحة كبيرة، ما بعرف ليش، طاقة إيجابية جدا جدا كبيرة. الله يخليك يا أبو خليل، يعني شو بدي لك؟ الله يسلمك حبيبي. لأنه أنا بس بدي لك شغلي يمكن ما سمعتها أنت قبل، بس أنا هذا البرنامج بالنسبة لي مش عم بعمله برنامج، أنا هذا البرنامج بيريحني. يعني هلأ قصة وليد وهلأ يمكن قصتك أنا بتعلم منهم، أنا بصير خلوني أفكر بقصص بحياتي وأنا بحب أسمع. أنا ما عندي قصة يا أبو خليل، أنا ما عندي قصة الحمد لله رب العالمين، يعني أنا عايش حالي الحمد لله رب العالمين، يعني أنا متزوج من 22 سنة وصدقا بقول لك يعني لحد يومك هاد مشاعري ما تغيرت الحمد لله فضل رب العالمين، بالعكس المشاعر تجاه زوجتي عم تزيد يوم بعد يوم. الله يخلي لك يا رب. بالنسبة للأخ وليد بصراحة يعني الله يسلمك يا رب، بالنسبة للأخ وليد بصراحة أنا قصته يعني زعلتني، وصبره على اتخاذ القرار يعني أنا بعتبره رجل حديدي صراحة، يعني إني صابر وما قادر اتخذ قرار، ومثل ما قلت له أنت نصحته بالوقت، وبالنهاية التأثير حيكون عليه وعلى زوجته في النهاية، بس يعني أي قرار حيتخذه هو لا يفكر بحدا، يفكر بنفسه أول شيء وياخذ وقته. يعني أنا نصيحتك له صراحة كبيرة كتير، يعني أنا معك في الـ في الـ في الـ في النقطة هذه، ودائما أي شخص فينا بده يتخذ قرار سواء كان يعني مصيري أو أي قرار في حياته ياخذ وقته بعدين يتخذ يشوف النتائج اللي حتصير على القرار هذا بعدين يتخذ القرار هذا. الوقت مهم جدا، الوقت أحلى دواء يا أبو خليل. الوقت نعم أحلى دواء. نعم الوقت مهم جدا، الوقت مهم جدا، يعني نحن درسنا أن إدارة الأزمات، إدارة الأزمات هذه يعني علم يدرس، صح. كيف أنت عندك أزمة وبدك تحلها، والوقت رح يساعده إن شاء الله ويلاقي طريقة يحل الموضوع هو وزوجته. الله يخليك يا أبو خليل، بدي أقول لك شغلة، الناس اللي مثلك طينتهم هيك طيبة مبينة، لأنه يعني اهتمامك بوليد وحاسك من قلبك هيك عتلين همه. والله فعلا من قلبي عتلين همه، لأني وضعه صعب جدا، والله يعينه، الله يعينه على الوقت اللي هو عايشه. يعني أنا متوقع أنه هو تركيزه لا في شغل ولا في أكل ولا في شرب ولا في نوم ولا في أي شيء تماما، تركيزه مجرد تركيز أنه بده قرار يوصله للنتيجة، وهو ما قادر يتخذ قرار. قال لك أنا ما أعرف طلع، ما أعرف خليها معلقة، ما أعرف انتقم، قال لك حرام، يعني باين عليه أنه هو رجل طيب كمان وما ناوي يعني يتخذ قرار يضر زوجته. الوقت رح يساعده، لأنه هالاحتمالات اللي هلأ حكيتهم أنت يا أبو خليل مع الوقت رح يبلش يلغي منهم احتمالات. الوقت كتير مهم، مثل البركان، البركان لما بيكون فايد ما بيميز حدا، بس لما بيهدى بطلع دخني بس. نعم صحيح أبو خليل، بشكرك من قلبي، الله يخليك، تسلم على اتصالك. 011-5200-200. ألو ألو ألو، مساء الخير. مساء النور، كيف حالك؟ أهلا وسهلا، مين معي؟ يطول في عمرك، معك أحمد. أحمد كيف أحوالك يا أحمد؟ خير الله يسلمك يا رب. شو قصتك يا أحمد؟ أنا قصتي مع إنسانة علاقتي معها كانت فوق 10 سنوات، صار خلاف بيننا يعني جدا بسيط، افترقنا مدة 3 شهور إلى 4 شهور، فما كان في تواصل بيننا أبدا أبدا أبدا. فبعد 3 شهور كان صادف اليوم يعني بداية علاقتي معها، فتواصلت معي وعلى أساس إنه نحاول نحل المشكلة، اكتشفت إنه اليوم اللي بعده
هي راح يوم ملكتها. ما عرفت ايش اسوي لحظتها، فطلبت منها انه تعيش حياتها تكمل ملكتها، والله يسهل طريقة والله يسعدها ان شاء الله. تمنيت لها الخير من كل قلب. المشكلة مو هنا، المشكلة انه هي ما قدرت تكمل، انفصلت يعني، بس مجرد ملكة يعني، ما تم الزواج، مجرد ملكة انفصلت. المشكلة مو فيها هي الآن، المشكلة فيني أنا، إنه أنا بسبب الموضوع هذا ماني قادر أسوي أي شيء، ماني قادر أرتبط، ماني قادر أدخل في علاقة، ماني قادر أحب مرة ثانية. فالآن هي موجودة يعني، ما هي متزوجة، انفصلت، وأنا صراحة يعني إلى الآن أبغاها. بس السؤال هنا، هل موضوع ملكتها هذا راح يسبب لي مشاكل قدام؟ هل أنا راح أقدر أتجاوز الموضوع؟ هل ما راح أفكر في الموضوع إنه هي ملكت، أو إنه بسبب خلاف بسيط هي استغنت عني؟ فصراحة أنا طالب مساعدتك والله العظيم، لأنه الموضوع هذا صراحة مسبب لي ألم جدا 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 كبير. وليد، عفوا أحمد، بدي أسألك سؤال، لأنه يعني أنا وياك بدنا نلاقي هذا الجواب. أنا يعني هالموضوع قديش حساس، لأنه ما فيني أفرض عليك لا أفكاري ولا مبادئي ولا قصص أنا بفكر فيها، بس اللي فيني إلك إيه، أنت سألت حالك سؤال هلأ كتير مهم، رح أرجع أنا أسألك إيه، هل هيدا الموضوع رح يضلوا ببالك وتضلك عم تفكر فيه؟ والله موضوع ان استغنت عنك باقرب فرصة، وبها رح تكون مصدر ازعاج لك، لانه انتبه بدي لك شغلي، النهار اللي بتكون مع انسان حتى لو بتحبه لاخر رمق، اوقات بتعرف الحياة مش كلها عسل، في اوقات في مشاكل، في اوقات في صعوبات، اول شغلي تستحضرها بعد اي خلاف او اي مشكل هو الجرح. هل هالموضوع جرح بالنسبة لك؟ والله جرح بالنسبة لي. نفس الوقت يعني انت تخيل حالك بعد 5 سنين وعشر سنين او سنة وسنتين وثلاثة اختلفت مع هالانسانة بشريعة، اذا هيك كنت زعلان من تعاطية معك، هل رح ترجع تقول ما انا اصلا صار معي هيك؟ صراحة السؤال اللي أنا خايف منه والله العظيم، يعني هذا الشيء الوحيد اللي أنا خايف منه، هل الموضوع هذا راح يكون في بالي على طول في أقل نقاش بين يعني حتى الأهل مو معترضين، يعني أنا فتحت معهم الموضوع. شو قالوا لك؟ بأنه إلى الآن أنا أبغى الإنسانة هذه يعني، فقالوا لي نفس السؤال، فما قدرت أجاوب صراحة، ما قدرت أجاوب. هي شو قالت لك؟ هي إلى الآن تفكر فيني، يعني إلى الآن تبغاني، هي تبغاني إلى الآن، بس الموضوع واقف علي أنا، لأنه مو عارف هل يعني هل حتعدى الموضوع اللي هي استغنت عني وملكت. تعرف شو أحلى شيء لازم تعمله؟ جريت. تعرف المحقق لما بيفوت حدا بيكون عنده غاية، اوكي، لما يفوت حدا على التحقيق بتكون عنده غاية يوصل للنتيجة اللي هو بده اياها، فبيستعمل عدة اساليب، بطريقة حواره، بطريقة اسلوبه، بطريقة اللي بياخد هيدا الشخص بيريحه 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 وبيرجع بيفرجي شيء مختلف كليا. انا اللي بدي لك ايه، هذا القرار اللي بدك تبنيه مش بس منه مربوط فيك، هاي اللي لازم تعرفه يا احمد، هذا منه قرار بس انت بتاخده، لانه بك تشوف الشخص اللي عم تاخد هيدا القرار معه، إذا هو رح يرجع يبيعك بنص الطريق. أنت اليوم اعتبر أخذت القرار ومشيت، طب هالشخص اللي بوجهك ماشي معك بنفس القرار؟ هونيك لازم تروح تنبش. قرارك ما لازم يكون مبني بس على أنت شو عم تحس هلأ،
يعني انت سألت اهلك وقالوا لك ما عنا مانع، وانت بينك وبين حالك حاسس في شيء غريب، صح ولا لا؟ في شيء غريب، نعم. اوكي نعم. تعرف ليش؟ في شيء صراحه، في شيء قاعد يمنعني انه انا. تعرف ليش؟ تعرف شو اللي مانعك؟ ايش اللي مانعك؟ اللي مانعك مش نفسك، اللي مانعك الشخص الاخر، لانه بعدك مش واثق انه هذا الشخص قد القرار اللي انت رح تاخده. انت خايف انك تاخد هذا القرار والشخص اللي بوجهك ما يكون قده، انت مش خايف من حالك، انت خايف انه هذا الشخص مثل ما قبل عمل يرجع يعيده. سو جوابك بده يكون عند هذا الشخص، بدك تحكه، بدك تواجهه، بدك تسأل كل الأسئلة اللي عندك إياها، بدك تقول أنا مستعد أخذ هذا القرار. هل رح تبعيني من نص طريق أني تايم بحياتي؟ أو هل رح تكوني قد هذا الحب اللي أنا رح أعطيه بحياتي أو التضحية اللي رح أعملها؟ لأنه يمكن واحد غيري بيقول أنا مني مضطر أعمل هذا الشيء، بس أنا لأنه هالقد بحب مستعد. هل أنت مستعدة أنه ما تجرحيني ترجعي بنهار من الأيام؟ أنا كل يوم بحاول أنه أنا أفتح معاه الموضوع، كل يوم بحاول أنه أنا أسألك. في شيء يمنعني، في خوف، في خوف، في خوف. هل أنا... لأنه ما عم يوصل لك الجواب الحقيقي يا أحمد، لأنك مش واثق بجوابه. أنت واثق بحالك كليا، اللي مخوفك مش أنت، اللي مخوفك هي. عم بحكيك إياها كخي، انت خايف مش من نفسك، خايف من الشخص اللي بوجهك، بس توثق انه الشخص اللي بوجهك قد القرار اللي انت رح تاخده، ورح تاخد هالقرار. انا نصيحتي لك بقول لك نبش، اعمل هذا المحقق، روح للاخر، حك هالشخص، استفزه، شوف اذا رح يرجع يكون بحافظ عليك. انت مش خايف من سؤالك، ومش خايف من جوابك، ومش خايف من احاسيسك، انت واضحين احاسيسك، انت بتحب هذا الشخص، انت خايف يرجع يعمل فيك نفس الشيء. فعلا لانك خايف من اهلك، لانه جاوبتني. يعني انا كنت عتلين هم انه يكون في اهلك عندهم مشكله بالموضوع. لا بالعكس، انت جاوبتني انه اهلك ما عندهم مشكله، خوفك مش منك ولا من اهلك ولا من محيطك، خوفك من الشخص اللي بوجهك. لما هذا الشخص اللي بوجهك رح يعطيك الامان، رح تاخذ القرار بكل سهوله، صدقني. روح نبش على الامان عند هذا الشخص، اذا ما لقيته بروم ظهرك ومشي. إن شاء الله. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. شكرا لك يا غالي. الله يحميك يا أحمد. هاي السيجنتشر تبعنا بهالبرنامج. 011-5200-200. ألو؟ ألو. ألو. ألو، مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا، مين معي؟ معك جلال. جلال، كيفك يا جلال؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر على كل حال. صوتك تعبان يا جلال، شو بك؟ تعبان يمكن كلمة قليلة هذه تنقال علي، يعني من تعب الدنيا اللي أنا عانيتها، يعني عانيت يمكن ألا مرين في حياتي، لكن الحمد لله على كل حال. في النهاية بنقول كلمة واحدة يمكن هي بتريحنا، هي كلمة الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر على كل حال. أمين. شو قصة؟ كانت قصتي برضو كانت قريبة برضو، يمكن احنا الشباب هذا اليومين قصتنا يمكن كلها بتدور حول الزوجات، فما بنعرف هم ايش اللي صاير فيهم وليش صاير في الدنيا هذه. يمكن أنا تزوجت قبل 3 سنوات، أول يوم في رأس السنة 21/1 أيام كورونا، قعدت عندي في البيت تقريبا يمكن شهرين و13 يوم بالضبط. يوم من الأيام أجي ألقاها كتبت لي ورقة في البيت، أنا وأنا وأنا أحبك، وأنا 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 وأنا, وأنا. وراحت بيت أهلها والعد رجعت لليوم هذا. طيب إيش فيه؟ فين الخطأ؟ فين الخطأ؟ أبعرف الخطأ فين؟ أنا قصرت بشيء، قصرت بريال، قصرت في حقك يا بنت الناس. لا طلقني. عليش الطلاق؟ طيب أهلها، طب جيبوا حكم من أهلها، حكم من أهلي زي ما قال الله ورسوله. لا
طلق البنت. يعني حتى أنا ما سمعت صوتها أساسا من ذاك اليوم، ما سمعت صوتها أساسا. إف يعني طيب عليش إيش في؟ ما حكيت أنت وياها؟ ما غيروا أرقامها، غيروا كل شيء، كل شيء. كأني يعني كأني إنسان فيه بلوى كبيرة. سلم طيب روح للمحكمة، روح للمحكمة، إذا أنتوا شايفين فيه أنا شيء خطأ ترجعوا للقضاء، يمكن يأخذ حقكم. لا أنت طلق البنت من غير ما نرجع للقضاء. عارف ليش ما يبي يروح للقضاء؟ لأنه ما لقي علي ولا غلط، اللهم لك الحمد والشكر. بس اللي يقهر، اللي يقهر إني ما قصرت ولا ريال، اللي يقهر عيشتها ملكة أيام الملكة، عيشتها أحلى عيشة في الحياة، وعيشتها ويوم زواجها سويت لها زواجها في أفضل فندق 5 نجوم. في النهاية عشان أجي ألقى جزاتي، جزات المعروف 7 كفوف، ألقى جزاتي إني أنا طاب البيت علي. ليش؟ حلم بعد 40 سنة حققته. أنا تزوجت عمري 41 سنة، انتظرت عشان أتزوج، عشان أكون ذرية، عشان أشوف ولدي قدامي يلعب، عشان أشوف بنت ولد. إحنا ما بنتزوج عشان بنات، عشان نتزوج عشان نكون أسرة. جلال، بكل اللي قلت لي إياهن بفهمك، بفهم ألمك، بفهم وجعك، بفهم كل التفاصيل اللي عم تحكي فيها. بس اللي أنا شفته وبتمنى أنك تشوفه، أني ما شفت جلال بهالقصة كلها سوا. أول شغلة بدي لك إياها، رفوض بحياتك أنك تكون ضحية. أنت قلت لي آخر جملتين أنا تزوجت مأخر وهدفي أعمل عائلة، صح؟ أكيد. أوقات كتيري في قصص بالحياة مثل الحبل، حبل إذا لفوا على إيدك جلال وعم بتشد فيه وعم بتشد فيه، عم بيقص لك العروق وعم بيقص الدم. إذا رح تضلك تشد فيه لهالحبل رح يصفي دمك، إذا بتتركه رح تعيش، صح؟ كلامك صحيح. بالحياة أوقات لازم نفلت هالحبل، لأنه اللي صار معك أوقات نحن الإيجو تبعنا، بتعرف هيدي عزة النفس، واللي أنت قلت لي بكل حديثك أنه أنا شو أخطأت، بغض النظر إذا أنت أخطأت ولا لا، الحياة فيها فريقين. من عندك أنت ما بتعتبر أنك أخطأت، بس مقابلك ما فيك تغيرهم هول الناس. ما تقلل من شأنك ومن قيمتك. اللي ما بيستاهلك ما يكون معك، اللي ما بيستاهل هالقصص اللي انت عم تقلي اياها بلا ما يكون معك. ما بعرف شو قصتك انت وهالإنساني وزوجتك، بس انا اللي بقلك ايه، اذا في شخص بدك تفرض عليه يكون معك رح تعيش تعيس. شفت الألم اللي عم تعيشه هلأ رح يكون أتعس بـ10 أضعاف. جلال بدك تترك هذا الحبل. بالعكس، أنا اليوم يمكن أنا فعلا يعني من جواتي أقول الحمد لله، لأنه يمكن الحمد لله جت في البداية ولا جتني في النهاية. جلال، لكن اللي أنت اللي قلت بدك تعمل عائلة، الوقت كثير مهم. كل شيء عم يمرق بحياتنا تذكر انه الساعة شو عم تعمل، تك تك تك، عم تمشي. من اول اتصالنا انا وياك الساعة ما وقفت، من اول ما تركت انت وهالإنسان الساعة ما وقفت، وهيدي الساعة عم تمرق من حياتك، عم تمرق من عائلتك اللي عبالك تكونها. اوقات في قصص لازم تدعس عليها وتمشي. وأنا أتمنيت إني أنا أمشي، أتمنيت إني أنا أكمل طريقي. أمشي، لكن قوم كل يوم وقول بدي أمشي.
المشكلة فين؟ المشكلة أني قلت، أنا قلت كلمة أني تزوجت بعد بعد 41 سنة. أيه؟ يعني كونت اللي أقدر أكونه كله في حياتي، نفقته في بيتي، نفقته في زواجي، لدرجة قعدت مديون ممكن أكثر من 3 سنوات. حتى أنهم لما نجيب طالبتهم طب رجعوا لي مهري عشان أقدر أتزوج. إذا أنتوا ما، أنا ما علي، اللي ما يبغاني ما يبغاني، أنا ما أبغاه بالعكس. لكن اللي يقهر، اللي يقهر ما تشوف نفسك أنت ما أخطأت، اللي تشوف نفسك اللي تكون. حتى لما عرف القاضي، أنا اتجهت للقاضي ما شاف فيه أي خطأ. طيب فين؟ ليه؟ عشان أم، عشان أمك ما رضيت أمشي على هواها مثلا؟ جلال، في بطل عنا بيقول الباب اللي بيجوا منه ريح سده واستريح. أنا اللي بدي أقولك إيه يا خيي، معك حق. أنت يمكن حطيت أعباء على حياتك كرمال تعمل هذا الزواج، بس دايما فكر بشغل كتير مهم جلال. أوقات بتصير معنا قصص بالحياة ربنا بيكون مقدر لنا إياها لصالحنا. عندك أولاد شي جلال؟ لا، باقي الحمد لله. وطي وبوس الأرض جلال. تخيل عندك ولد وأخدته مرتك وفلت، كنت هلأ ما عم تفكر إذا هي بترجع ولا لا؟ كنت عم تفكر أعطيني ابني أو أعطيني بنتي بدي أشوفهم. صحيح، كلامك صحيح، نفس كلام أبوي وأمي. الحمد لله يا ولدي، إنها ما جت منها ولد ولا بنت اليوم. تخيل قديش كان رح يكون عذابك أكبر يا جلال. ما كنت رح تفكر فيها ولا رح تفكر بالمهر، كنت رح تفكر بالضنا، كنت رح تفكر إنه ببنتي بابني، أنا عم ببني عائلة، ليش بي عائلتي بدها تكون مفرقة؟ بعدك إنسان حر قادر تبني عائلة، قادر تبني عائلة بتستاهلك، بتستاهلك مثل ما أنت بدك، بغض النظر مين اللي أخطأ بهالعلاقة. مشي مشي وقول الحمد لله، قول الحمد لله ما صار اللي صار. ربنا أشاء إنه يصير اللي صار من دون ما يكون عندك عبء أكبر. كان ممكن تكون مصيبتك أكبر بكتير، وكان رح يكون هذا الوجع مش لقلك بس، كان رح يكون لهالأم والبي اللي قالوا لك نفس الحكي اللي قلت لك إياه. تخيل أمك وبيك اليوم عم بيشوفوك عم تتعذب، وعندهم حفيد وعم بيشوفوه عم يتعذب، قديش كان وجعهم رح يكون كبير؟ شيء أكيد كان رح يكون الألم ألمين وأكبر بكثير. الألم عليك والألم عليهم، ناس بكبرتهم عم يتألموا على ابنهم والضنا يلي هو ولد الولد. روح انبسط بحياتك، ما تقبل انك تكون هيدي الضحية، روح نبش على انسان تاني وبني حياة وبني عائلة مثل ما انت بتحلم وفرح امك وبيك. بإذن الله، بإذن الله رب العالمين، اما في صدد ذلك. لكن اللي عيشني الغبنة والقهر، اللي حتى يعني بعد فترة بسيطة من الموضوع هذا انا مرط من القهر. ما مرت ابدا، ولا مرت اني انا حزنان عليها، لا والله قسما بالله ابدا. اني انقهرت على نفسي، ليش انا طيب للدرجه حتى كل واحد يجي يسوي فيا دي الحركه؟ ليش كل مره كل بنت تيجي تسوي مثلا تسوي دي الحركه فيا انا؟ ليه؟ عشان انا طيب زياده؟ هذه النقطه اللي انا خلتني اتصل، ان هذه اللي خلتني اغير حياتي، تغير تعاملي مع الناس كلها. زي الكلمة اللي انت قلتها، ما لازم تكون دائما حمل، لازم تكون في بعض الأوقات فعلا تكون ذئب، عشان تقدر تعيش مع الحياة اللي زي كده. لازم تكون حكيم، لازم تكون حكيم. بس أنا هلأ بهيدي القصة اللي انت عم تصير معك، صدقني صفي نيتك، قول أنا بدي أخذ قرار جديد بحياتي، وصدقني رب العالمين إلى جانبك، رح تشوف كيف الدنيا رح تفتح بوجهك، والليرة اللي حطيت أو القرش اللي حطيته رح يجيك بديله 10. صفي نيتك جلال، وصدقني كل شيء رح يتغير بحياتك. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. وأنا وياك بنرجع بنحكي، ورح تقول لي وسام صار اللي معي مثل ما حكينا. صفي نيتك وقول يا رب أنا بدي أمشي على بيت جديد وعلى عائلة جديدة وابني حياة وفرح أهلي، كون معي. بس هاي الجملة الأولى، وشوف كيف الدنيا كلها رح تغير قدامك بإذن الله رب العالمين. الله يعطيك الف عافية، وفعلا كأني زحت يعني
شيء من قلبي كان ثقيل 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 ثقيل. أنا من الناس اللي ما أحب أتكلم أبدا، ما أحب أطلع اللي في قلبي، ما تأذي حاجة. أول مرة في حياتي أتصل على قناة يعني إذا بس الموضوع شدني كثير، حسيت إنه شيء كده بقلبي لازم يخرج للناس كلها. شوف إن في ناس أحيانا يظلم واحد يظلم ناس ولا يفكر في الظلم وتمشي وتمشي في حياتها تكمل، لكن ما عليهم في الناس اللي انظلموا وانقهروا وضاعت حقوقه. معليش معليش قلت لك كان ممكن تكون مصيبتك أكبر من هيك، لكن الحمد لله تكل اللهم الله. لك الحمد والشكر تكل على الله. إن شاء الله بإذن الله أتصل عليك المرة الثانية وأقول لك أمين. أنا واسع أنا كونت عائلة بإذن الله. شكرا يا جلال، الله يحميك. شكرا. بريك، رايحين احنا ويكون على بريك. يبحبوا يتصلوا فينا 011-5200-200. بريك. خرج هيك بتحسي حالك مع لا مش هاي هذيك اللي كانت خرج يكون في نارتك عليها. لا تحاول أن تكون إنسان لا يخطئ فهذا مستحيل. كن إنسان يتعلم من أخطائه فهذا عظيم. قدي حلوة هالجملة وقدي معبرة وأساسية. لا تحاول أن تكون إنسان لا يخطئ فهذا مستحيل. مستحيل أي شخص منا أنه لا يخطئ بهذه الحياة، ولكن كن إنسان يتعلم من أخطائه، هذه هي العظمة. إذا ما أخطأنا بالحياة ما بنتعلم. وأوعى تفكروا أنه في إنسان لا يخطئ، الخطأ هو أساس التعلم، والتعلم بيقدر يكون لما بنسمع ناس وقعوا بأخطاء. بس اوعى تفكروا ايام بتقولوا يا الله عرفت شخص عملها وانا رجعت وقعت فيها. ستي كانت تقول الله يرحمها ويقدم لها هيك، لانها كانت من اطيب الناس. كانت قلي يا ستي كل انسان بيتعلم من كيسه. قرر هذا الكيس، عم تهزي براسك انت، بتعرفي انه كل انسان بيتعلم من كيسه. بس المهم انه هالتعليمه ما تكون كبيره وتوجع. اتصال. الو 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 الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. الله يسعد لي مساك يا رب. مين معي؟ معك محمود. يسعد مساك يا محمود، طمني عنك. مساك الحمد لله. انت لمست فيني في هذا البرنامج شيء حبيك اخطي اختصار. انا تذكرت موضوع هيك كان بيني وبين مرتي قبل فتره، صار خلاف بيني وبينها على موضوع ما. وفي لحظه غضب يعني ما لقيت نفسي لو انا بحكي لها انت طالق. طبعا انا بيني وبين مرتي حب تقريبا دام حوالي يمكن قبل ما اتزوجها، كنا بنحب بعض حوالي يمكن 5 سنوات واتزوجنا. يعني هلا بلشنا تقريبا في حوالي 13-14 سنه واحنا مع بعض. فعمري ما استجريت اني احكي لها هذه الكلمه. في يوم على المشكله هذه اللي صارت بيني وبينها قررت ان انا احكي لها هالكلمه وطلعت مني. ما بدي أحكي لك قديش كنت أنا تعبان نفسيا خلال فترة ما تجاوزها تقريبا أسبوع. قديش أنا كنت تعبان، بدي أرجع مرتي بس ما عارف كيف. فحاولت حاولت حاولت رجعتها بعد الأسبوع. بعض الأحيان يعني
خلال فترة الكلام هذا له تقريبا حوالي يمكن نحكي 5 شهور أو 4 شهور اللي صار هذا بينه وبينها. خلال هذه الفترة إلا ما يمر علي خلال الأسبوع مرة مرتين أتذكر الموقف وأحكي وين أنا. يعني معقول إني أنا أبيع حب 13 سنة أو 14 سنة بيني وبينها في لحظة غضب؟ فالموضوع كان كتير كتير فوق ما أنت تتصور صعب. فقبل شوي وأنا بسمع للناس اللي كانوا يحكوا على قصة الشاب اللي قبلي إنه قاعد معاها شهرين وكده وما قدر يتحمل، يعني ما قدر يتحمل هو الصدمة اللي إجته. فما يعني هو قاعد معاها شهرين، فما بالك في عشرة 13-14 سنة. فالموضوع كتير كتير حساس وصعب. اللي بدي أوصله واللي أنا حابب أوصله عندك في نفس البرنامج إنه الحياة بدها طولة بال. مهما يصير، مهما تجور علينا الدنيا ومهما تكون الظروف، برضو بنضل إحنا بنقول إحنا قويين، لازم الواحد يمسك حاله طبعا. في شغلات كتير ما بخفيك، أنا في شغلات كتير بيني وبين زوجتي راحت في مع العيال كمشاعر كا إلى آخره راحت. بس بيني لك شغلة يا محمود قبل ما تكفي لي هالجملة، لأنه اللي قلته كتير مهم. قلت لي أنا كل يوم هيك مرتين بالأسبوع عم حس هيدا الإحساس. أنا رح أقول لك شغلة وحدة، لعله واللي صار بيناتكم هو فرصة. تعرف فرصة لشو؟ فرصة لأنك حسيت بالخطر أنك رح تخسر هالإنسان اللي بتحبها ل13-14 سنة. أنا نصيحتي لإلك كخي بقول لك استفيد من هذا الإحساس اللي عم تعيشه وتترجع تعيش حبك مع هالإنسان اللي صار لك 14 سنة أنت وياها. خلي اللي صار وعم بحسسك بالألم أنه أنا كيف بعمل هذا الشيء، لترجع تحول حبك وعلاقتك معه لبركان جديد. لأنك حسيت، لأنه أيام الحياة بتخضنا، منكون شيء منملكه بين إيدينا ومش عارفين قيمته، منأخده for granted. أوقات بتخضنا الحياة، موقف صار معك خضك، قلت لها أنت طالق، رجعتها بعد أسبوع لأنك كنت عم تندبح. استعمل هيدي الفرصة لأنك تبني حب أقوى من اللي كان قبل هالكلمة اللي قلتها. أنا هيدي بنصحك إياها من خي، تتشيل هالإحساس اللي عم تحسه كل يومين، ارجع احيي هيدا الحب. في صوت حدك، صوت ولاد بفتكر، يمكن عندكم ولاد، هو اللي سمرة حب كتير حلوة بهالحياة. استفيد من هالفرصة اللي صارت معك، من هالظرف اللي صار بينك وبينها، لترجعوا تبني وحب 10 مرات أفضل من اللي كان قبل ما قلت هذه الكلمة. يا رب يا رب. وما تعيش ما تحمل ذنب محمود، العكس، أنت جريء، عرفت ترجع ترجع زوجتك وما تخسر هذا الحب كرمال كلمة قلتها. أنا بهنيك من قلبي وبقلك ما تلوم حالك، بالعكس استفيد من الفرصة اللي صارت واعطي حالك فرصة أنت وزوجتك وبنوه حب يرجع يكون سمرة بتاخد العقل لأولادكم، لأنه الحب اللي رح يكون بيناتكم أولادكم رح ينعدوا منه. الولد بيكون سعيد لما بشوف الحب ببيته بين أمه وبيه، هذا ولد سعيد. الله يحميك محمود. الله يعطيك العافية، يسعد لي مساك يا رب. 011-5200-200. ألو، مساء الخير. ألو، مساء النور. مساء النور، أهلا وسهلا، مين معي؟ معك أبو ياسين. أبو ياسين، أيوه، أهلا وسهلا فيك يا أبو ياسين، تفضل. أنا حبيت أشترك مع حضرتك بس أحكي قصة كده مريت أنا بيها، لعل وعسى حد يعني يقودها برضو يستفيد منها. تفضل. أنا اتجوزت وأنا عمري 20 سنة، أنا عندي دلوقتي 50 سنة. لما اتجوزت حسيت من بعد سنتين كده إن أنا مش قادر أكمل، بس الأهل قعدوا يصروا عشان كان جالي بنت وكرم من ده، فقعدوا يصروا إن أنا أكمل. قعدت مكمل بضغط من الأهل. بعد كده من بعد 5 سنين من الجواز بدأت أبقى طفشان طول الوقت بره البيت، بقيتش أحب أروح.
وبرضو كان الضغط عليا ان انا ما ارضاش اخد بنتي وعشان تقولي البنت وعشان البنت التانية وما ينفعش وهو قعدت بعاني سنين طويلة. قضيت عمري يعتبر اللي انا عشته معها معظمه برا البيت، بقيتش اقعد في البيت. بالضغوط اللي كانت حواليا ما كنتش بحب يعني اقعد في البيت، بس كنت بلبي يعني حاجة من والدتي ما برضاش ازعلها وللأهل وضغوطهم عليا. بعد كده انفصلنا وهي سابت لي البنات وربنا كرمني ولقيت زوجة واتجوزت وانجبت منها ياسين وعشت بقيت عمري اللي بعده ده. يعني ربنا اكرمني يعني بزوجة صالحة وهي هيئت اللي انا كنت بدور عليه. فالضغوط اللي بتحصل من الاهل على الشخص ان هو يبقى مش راغب في الشيء ده او الحياة دي وضغطين عليه بسبب الأولاد وإن لا استحمل عشان في أولاد استحمل عشان في أولاد، في الآخر بيخسر أولاده معه. فأنا حبيت أحكي بس الموضوع دوت لأن بسمع حكايات كده الناس تبقى حزينة على موضوع إن هو انفصل أو ساب أو كلام من ده، لعل عسى يكون ده فرصة ليه إن هو يقابل حد تاني أحسن وما يكونش معاه منها أولاد. صحيح، دايما في قصص بتصير معنا بحياتنا يا أبو ياسين، وهيك ذكرتني بشغلي باللي أنت عم تقوله، أنه أنت قلت لي اليوم عمرك 50 سنة واللي صار معك من 20 سنة، من كان عمرك 20 يعني. هذا أكبر دليل. وقعدت سنين من غير جواز خلاص كنت خلاص اتصدمت. فاهم، بس اللي بقصده أنه قديش أنت هلأ قديش مرتاح وعندك سلام، وقديش بهيديك الايام كنت حاسس انه الدنيا رح تخلص هونيك. لازم الانسان، ليش هذا برجع بقوله انا، الوقت كتير مهم. الوقت بغير كل مفاهيمنا بالحياة. الوقت اهم حليف واهم صديق لازم يكون بحياتنا. شكرا أكيد. ابو ياسين من قلبي بشكرك. واتمنى ان الاهل ما يقرصوش على الموضوع ده، يعني بيبقى يعني ضغط عليه اكتر. يعني صح. انا حابب ان انا اقول عشان بيبقى في ضغط اكتر، لو حسوا ان ابنهم مش قادر او بنتهم مش قادر بلاش يضغطوا عليهم عشان هيضيعوا عمرهم في عذاب وهيبقى بدون حب وبدون حياة وعمر بيروح اوانطة حرام. صح، شكرا ابو ياسين، الله يقويك. شكرا لك، الله يخلي لك عائلتك يا رب. 011-5200-200. الحياة لا تخلو من الأخطاء، لا تجعل الخطأ مصيبة، صححه بعدم الوقوع فيه. فما خلقنا متعلمين، ومن لا يخطئ لا يتعلم. الحياة لا تخلو من الأخطاء، فلا تجعل الخطأ مصيبة، صححه بعدم الوقوع فيه. فما خلقنا متعلمين، ومن لا يخطئ لا يتعلم. 011-5200-200. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. يا مساء الخير. مساء النور، مين معنا؟ معك سعد عنطيري. سعد؟ ايوه. اهلا وسهلا فيك يا سعد، طمني عنك يا سعد. والله تمام، انت اخبارك؟ انا منيح. شو قصتك؟ هلا؟ الو؟ الو؟ ايه خبرني شو قصتك؟ الو؟ في عنا اتصال تاني، بعتذر سعد انقطع الاتصال اذا بدك ترجع تحكينا. الو الو، مساء الخير، انتوا على الهوا. الو عم تشتي تخمين حبيبي. الو
أخطاء كتيرة منوقع فيها بحياتنا منفكرها أنه خلصت الحياة هناك، ولكن هذه الأخطاء هي اللي بتعلمنا، هي اللي بتخلينا نتقدم. في قصص كتيرة بتصير معنا وأيام منصير نقول ليش عم بتصير. الحياة ما بتخلى من الأخطاء، وأهم شيء ما تخلوا هالخطأ يكون مصيبة بحياتكم. أوقات مثل ما قال وليد، بعده مأثر فيي وليد، يعني إذا بعدك عم تسمعني يا وليد، قلبي معك وروحي معك وأفكاري كلها معك، وبعرف كتار أثرتهم قصتك، بس عم بيدي أقولك إنه اعمل اللي بفرحك يا صديقي، اعمل اللي بفرحك، لأنه ما في شيء بيستاهل بهذه الدنيا. اليوم الصبح هيك بحب شارككم بهذه القصة لأنه أثرت فيي علي حكاية محمود قبل شوي، أو بفتكر جلال، بعتذر إذا محمود أو جلال، لما كان عم يحكي، لا محمود، عن بفشت خلق قال لزوجته أنت طالق. أوقات مننسى أنه هاي القصة شوي رح تأثر فيي لأنه الصبح أثرت فيي، فتحملوني فيها شوي. بس قديش مهمي، لأنه قديش مهم الحب الحياة. صبح ما بعرف كانت هيك فاقسة معي مثل ما بيقولوا، ميت شغلة عم فكر فيها، عم بطلع بالسيارة وعم بياخد بناتي صوفيا وبلا، عم بطلع بالسيارة وشوب وكأنه هيك عالي شوية دوز تبع صوتي. صوفيا كانت عم بتنقنق على شي وطلع صوتي شوي، طلعت دورت السيارة وعم بمشي، طلع بالمراية بشوفها، هلقت كتكوتي صغيرة هي، مرم طلعت فيها لقيت الدمعة بعينها بدها تبلش تنزل لحالها، ما حكيت شي، ما قالت شي. هالموقف اللي شفته كسرني، وقفت السيارة على جنب، رجعت قعدت عندها ورا، ما عرفت شو بدي إلها، لأنه أوقات ما مننتبه إنه في قصص عم نعملها تجرح الناس اللي منحبهم. يمكن يكونوا مثل صوفيا ما بيعبروا، بس دمعة بتنزل بتحرقهم وهي ما منشوفها. حطي لي غنية. صفر 11 5200 200، إياكن ثم إياكن ثم إياكن تغلطوا بحق اللي بتحبوهن وبيحبوكن، هاي أما شيء. ألو، مرحبا. مرحبتين. السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معي؟ معك فيصل يا حبيبي. أهلا وسهلا فيك يا فيصل، طمني. أنا للأمانة أول مرة أتصل على القناة الفم. أهلا وسهلا فيك، دايما في أول مرة بالحياة يا فيصل. يلا يا حبيبي، أنا شدني صراحة الموضوع. تفضل. أنا متزوج تقريبا لي 8 سنين حولها، وسمعت كلام الأخ محمود أعتقد. نعم. الكل يعني على هم صرع على ما يقولون، لكن الحياة حلوة. يعني أنا عايش تقريبا مع زوجتي 8 سنين، عندي طفل. الله يخلي لك عائلتك يا رب. آمين إن شاء الله. لكن الحياة مو كلها مشاكل تقريبا، الموضوع محجم بالنسبة، أنا شايف الجميع يعني كله بيتكلم سلبي. الحياة حلوة للأمانة، يعني في مشاكل تحصل بين الزوجين أكيد طبعا، لكن كله يمشي. يعني الفراق صعب، خصوصا لو كان بينكم أطفال وكذا، لكن المشاكل تقدر تعديها وتتغاضى وتنسى وتعيشون في حياة سعيدة. بعد فترة هتتذكر الكلام هذا اللي حصل لك،
أنا اللهم لك الحمد شوف الآن جالس أنتظر زوجتي تنزل له، اتصلت قلت فرصة لأنه شد من الموضوع صراحة، حصلت لي مشاكل كثير معها لكن بتعدي يعني. ولا من المشاكل يا فيصل أكيد، ولا يحصل يعني الطفل هذا حيضيع بعد لو حصل بينكم فراق أو شيء. فاللي بقول إنه مو أي مشكلة ولا يعني ما حصل خيانة أو شيء تدعي للموضوع الانفصال أو شيء، تعدي ترى كلها مواضيع صغيرة وننسى وتروح. يعني الواحد يفكر قبل هذا كثير قبل يتخذ قرار. أنا زعلني ممدوح أعتقد اسمه محمود أنه حصل انفصال وارتحت وانبسطت بعدين مع زوجتي، هذا بكلام ما أعتقد أنه إيجابي، لكن إلا إذا كان إحنا ما حد يدري إيش اللي حصل بينهم. لكن الأفضل أنه لا تستمروا، يعني المشاكل بتنسوها بعد فترة، وأكيد ما في بيت يخلو من المشاكل. والحياة حلوة وإن شاء الله المستمعين كلهم يسمعون للكلام هذا ونعيش في إيجابية خلاص. تعرف يا فيصل بالحياة الكلمة الحلوة بتغير أنا بالنسبة لي الكلمة الحلوة والعشرة الطيبة بتهز جبال. أوقات الإنسان بيكون زعلان، يمكن زوجتك تكون زعلانة منك، تعبانة منك، زعلانة من مشاكلها، من همومها، من الأولاد يمكن متعبينها. كلمة حلوة، تعرف شو اللي بيخلي البيت حلو هيك وفرش؟ اللعب. نحن بننسى نلعب فيصل، بنكبر بنكبر حالنا، يعني هموم الحياة كتير كبيرة وبننسى انه جواتنا في اطفال بتحب تلعب. كلام سليم، والشغل بياخذ الواحد بس بننسى. تعرف اول مطرح الوحيد اللي فيك ترجع طفل فيه هو بيتك. بيتك هيدا المطرح الوحيد اللي بترجع طفل مع ابنك ومع زوجتك، ولازم يتشاركوا العائلة، لازم تتشارك هيدا الطفل اللي جواتنا لازم يرجع يطلع بالبيت. الله عليك. حتى لو حصل مشكلة أو حاجة ما تتشدوا بالكلام زيادة عن اللزوم، خلاص انت شيل نفسك وطلع برا البيت، حتهدى وتهدى هي وترجع حبايب. يعني الكل شايف إذا فيصل بلحظة انت بتقلب مزح بتكب كلمة حلوة هيك، طيب خلاص أوكي معك حق أنا أخطأت وبتضحكة بيتغير المشكل. عنده خطأ صح لازم يعتذر ويجيب هديه معاه الأفضل يعني، وبتستمر الحياة. يعني ما في بيت يخلو من مشاكل، بس مو أي مشكلة والثانية خلاص يلا انفصال. أنت شايف نسبة الطلاق تقريبا كيف كثرت في البلد؟ طبعا لأنه للأسف ما في. أنا بالنسبة لي هلا بيقولوا ما في قناعة، أنا بقول لك مش ما في قناعة. نحنا كل ما عم نتقدم لقدام عم صير نفهم بالآلات أكثر ما بنفهم بالمشاعر. يا حبيبي، وما نبغى اللي رجعنا الخطوات لورا. فهمتني شو قلت فيصل؟ صرنا بنفهم يعني الناس عم بتصير أذكياء بالحياة وبالشغل وعم ترجع لورا بأصول البيت والعيلة. الكل عارف كل شيء، وأنت جالس في بلدك عارف اللي بيحصل في أمريكا. لا مش هوني فكرتي إنه نحن كثير عم نشوف إنه الدنيا عم تتغير وعم تتطور، بس تطورنا عم بيكون مقابله في تخلف، مش تخلف خليني سميه، بس تراجع بمبادئنا وبأصول كيف أهلنا بنيوا بيوتهم وعيالهم. أهلنا فكرك ما قطعوا بمشاكل، ما قطعوا بهموم، ما قطعوا بمصايب كتير كبيرة. شو كانت سهلة بالنسبة لقلهم يلا أنا بدي وقف وأنا بدي فل وأنا بدي كفي، لأنه كانوا مبنيين على صخر، مبنيين على أساس مهم، مبنيين على الوالدة والوالد اثنيناتهم همهم يحافظوا على البيت ويحافظوا على العائلة. كانت بالنسبة للعائلة من قبل انه لا يا بنتي بدك تستوعبي وبتكون توع وبتكون تهتموا ببيتكم وعندكم واجبات تجاه ولادكم وتجاه الله. لما اخذتوا على العهد على حالكم انكم تكونوا مع بعض وتبنوا هذا البيت، هذه مسؤولية. صحيح كلامك، لازم نرجع نشوف ايش كانوا يسوون اهلنا قبل، وغير كذا الواحد ما ينسى دينه وعادات وتقاليد. طبعا طبعا حبيبي تشرفت. انا بامن بشغلي يا فيصل انه بظل هالصخب الكبير اللي عم تشوفه بالعالم وهالتطور الكبير وهالانفلات اذا بدك الكبير بالعالم حوالينا، وقديش العائله عم تفقد
عم تفقد من رونقها ومن قيمتها بالعالم. نحن اليوم بعالمنا العربي عنا واجب كتير مهم، لأنه نحن ناس بعدنا محافظين على عاداتنا وتقاليدنا، عنا واجب إن نفرجي صورة العائلة الحقيقية. صحيح. لأنه الشر بيحارب الإنسان بشغلة وحدة، تعرف شو هي؟ الشيطان بشو بيحارب الإنسان؟ بالعائلة. هيدي حربه الوحيدة. لما بتتفكك العائلة بتتفكك المجتمعات. أكيد الكلام سليم، والأسرة هي بداية الدنيا هيدي رسالة ربنا سبحانه لكل إنسان، الأسرة، العائلة، البيت، جوهر البيت. الشر بحارب الإنسان من خلال العائلة. كذا طيب نرجع للإيجابية خلاص. سيبوا الحزن والكآبة، حافظوا على عيالكم، هيدي نعمة ربنا لكم. الله يحميك. موفقين يا حبيبي، وتشرفت فيك. وأنا كمان. مع السلامة. الله يخليك، تسلم. 011-5200-200. حقيقة هول الأفكار اللي ما بنكون مفكرين فيهم يعني، بس أنا هيك معتقداتي وهيك إيماني، إنه الحرب الوحيدة اللي موجودة اليوم على الإنسان هي حرب تفكك العائلة. تفكك العائلة بأكثر من طريقة. تفكك العائلة بأنه في ناس عم ترفض تبني عائلة من أساسه أصلا. في ناس ما بدها تبني عائلة، في عيال عم تبنى على باطل، عم تبنى على قصص مفككة، وفي عصص، وفي عيال ما عم تقبل إنها تكفي وتبني وتطور لقدام. خدوها مني يا جماعة، جبوها بالبحر. حرب الشر الوحيدة على هالبشرية هي العائلة. إذا قدر يفككها قدر يفكك جوهر حياتنا. ألو ألو أوكي. ألو، مساء الخير. مساء الخير. مين معي؟ محمد. أهلا وسهلا فيك يا محمد. يا أهلا وسهلا فيك. والله يا محمد، بس بدي أسأل سؤال قبل ما تبلش أخلك. تفضل. هل أدي صوتي بيريحكم كلكم شباب بس؟ يعني اسم الله اليوم اتصالاتنا كبيرة، 10-15 اتصال، كلكم شباب ما شاء الله. عم ترتاحوا، يمكن عم تحسوا في عندكم أخ وصديق عم تحكوا معه. لا واضح أكيد. الله يخليك. شو يا محمد؟ أخ وعزيز بعد. تسلم يا حبيب، تسلم. الله يسعدك. شو قصتك؟ شو عملك؟ لا الدنيا حلوة. ايه طبعا الدنيا حلوة، ما في شيء فيها يزعل. أكيد. ولو مشت من غير شيء، لو مشت الدنيا من غير شيء يزعلك ففي شيء غلط. صح، هذا شيء أنا أؤمن فيه. بس أعجبني الموضوع، أعجبني الموضوع اللي عن الخلافات. شو وجهة نظرك انت؟ ما في زواج او علاقة اسرية من غير خلاف طبعا، لانه احنا بشر، في اختلاف بيننا، والخلاف هو من الاختلاف. اي خلاف بين اثنين متزوجين لا حل. كان في حاجة قرأت عنها وكنت اعتمدها يعني وامشي عليها، خلينا نقول استراتيجية نسميها، اللي هي طاولة الحوار. تمام؟ نعم. احنا الآن ممكن يوصلنا مشاعر أو يوصلنا أحاسيس من الطرف الثاني، تمام؟ ممكن تصرف أو شيء يوصل لنا إحساس معين، تمام؟ ممكن الشخص الثاني ما يقصد أنه يوصل هذا الشيء، تمام؟ مستحيل أحد بينك وبينه عشرة ويحاول يؤذيك في المشاعر أو يضرك في أي حاجة، تمام؟ فطاولة الحوار هي مبدأها أن الطرفين نفسهم ممكن يجلسون كل أسبوع أو كل شهر مرة، تمام؟ في أي مكان، ومكان عام يفضل، تمام؟ هادئ ممتاز، ويحاولوا يفضفضون لبعض على المشاكل أو مو المشاكل، على الشعور اللي وصل من الطرف الثاني. يعني ممكن يحصل أحيانا مشادة أو خلاف، تمام؟ على حسب الخلاف، مو كل شيء يستدعي انك انت تغضب او تعصب من الطرف الثاني بالحياة.
ممكن أنت تكتمها لفترة معينة ويكون في بينك وبين طرف ثاني حوار، تمام؟ وتشرح له إن في موقف أو مرة من صار موقف بيننا، والشعور اللي وصلني هو 1 2 3 4. إحنا ما نتكلم على الخلاف أو الموقف نفسه، إحنا نتكلم وش الشعور اللي وصلني منك. قديه حلوة، قديه حلوة هالفكرة أنت عم تحكي وأنا عم بفكر فيها، قديه مهمة وقديه حلوة يا محمد حقيقة. يعني إذا ناس عندها ماتشوريتي وعندها وعي الكافي إن تعمل هذا الشيء، هذا أكثر من رائع. لأنه أنا أشوف في مواقف أحيانا أو أفعال تصدر، ممكن أنا يصير في تصرف بيني وبينك ويكون ردة فعلك عادية. أنت شخص عندك وجهة نظر معينة، تشوف التصرف اللي صدر من محمد عادي جدا، تمام؟ ممكن أنا أسوي نفس التصرف مع شخص ثاني لا يشوفه مبالغ، صح ولا لا؟ صح. حسب كل واحد وجهة نظر. فأنا علي أوصل للطرف الثاني الشعور اللي وصلني، التصرف اللي أنت سويته، الفعل اللي أنت سويته، أنا وصل لي شعور 1 2 3 أنا كذا حسيت. لازم توضح له أنا إيش حسيت وإيش كان شعوري، تمام؟ وممكن تطلب منه إن كيف ممكن يتصرف مرة ثانية بشكل مختلف، ما توصل لمرحلة إنه يجرحك في المشاعر أو يأثر عليك أو يسبب لك مشاعر غضب أو زعل. لأن إحنا كمان الطرف الثاني لما نحط نفسنا مكانه، أكيد الطرف الثاني كان رجل ولا امرأة، يومه بيكون مشحون بأكثر من حاجة، من الدوام، بكل شيء. فلازم يوصل لمرحلة إنه يعصب في نهاية اليوم، صح ولا لا؟ فلازم أنا أوصل له إيش اللي صار، أو أنا إيش اللي فهمت، أو إيش اللي وصل. ممكن هو يقصد هذا الشيء وممكن يتأسف، ومو ضروري أنك تطلب من أحد يعتذر. لا أكيد لا، مو ضروري. أنا علي يكون واضح وشفاف. لما إيه بتحكي أوقات لما بتحكي بس بجملة كتير مهمة قلتها أنت، يعني جوهر الحديث اللي أنت قلته لازم يتضوى عليه. قلت نعم. بتنقل شو وصل لي، كيف قلتها أنت بطريقة كتير حلوة. قلت أنت بتحكي كيف وصل لي الإحساس أو وصل لي الشعور، شو أنا حسيت الشعور. شو حسيت، لازم يعرف أنا مش كان إحساسي. هيدي المازة اللي أنت عم تقولها، بتعرف ليش يا محمد؟ لأنه هيدي نقطة الخلاف بين الناس. أنا اليوم 3/4 الوقت الناس لما بيقعدوا بيحكوا مع بعضهم بيحكوا من وجهة نظر. لما أنت بتستعمل هالمصطلح انه عم بيحكي الانسان مع زوجته او عم تحكي مع زوجك، عم بتقولي له انا امبارح صار هذا الموقف وانا زعجني 1 2 3، فرق عن انه تقولي له الاحساس اللي وصل لي انه انت بهذه اللحظة يمكن ما كنت بتحبني، يمكن غلط، بس هيك وصل لي الاحساس. شفتوا هاي الطريقة بالاسلوب، هيدي اللعبة كلها. صح، انا وصلني هاي كلمة انا وصلني، يعني محمد برمتلي، بتعرف هيك بيقولوا برمتلي راسي فيها، لانه عن جد 3/4 الاوقات المشاكل بتصير انه 2 عم بيواجهوا بعضهم مين الصح ومين الغلط. بس اذا بينطلقوا من فكرة انه انا وصلني، يمكن انت مش هيدا هدفك بس انا وصلني هيدا الاحساس، هيدي قمة الوعي. صح، وهيدي بتحل كل المشاكل. حبيبتي يمكن انت ما قصدك بس انا هيك وصل لي، هذا اللي وصلني. انتبهي مرة تانية يمكن يصلي بنفس الطريقة عم تجرحيني، والعكس صحيح. وما رح احكم انا هو صح غلط، انا ما احكم. الاشياء ترى نسبية وليست مطلقة، يعني ما في شيء صح دائما ولا في شيء خطأ دائما. والله رح استعملها هيدي يا محمد، علمتني شغلي من اليوم. الله يسعدك والله، شكرا لك يا محمد. العفو بالعكس. انا فتحت الاذاعه وفي السياره، واول مره الصراحه افتح الاذاعه من زمان، فالبرنامج واضح انه رائع، بس ما عرفت متى مواعيده. احنا كل ثلاثة على الساعه 9، من 9 ل 11. تمام. وبحب اسمع صوتك مره ثانيه يا محمد، الله يخليك. لا يشرفني اتواصل معك. بدي لك شغلي، في اوقات نعم. في اوقات بالحياه حلو انه يكون عندنا تأثير، وانت اليوم رح كان عندك تأثير، لانه الجملة اللي قلتها رح استعملها بحياتي ورح انصح الناس فيها، فتأثيرك كان كتير كبير اليوم. بالعكس، شكرا يا محمد. انا جالس استفيد كمان منكم. الله يخليك، الف شكر. شكرا.
قديش حلوة قصصنا يعني. هيدي النيونس نحن مسميها. أنا في دخلكم مصطلحات النيونس. هيدي هيك الوزن يعني. ما بعرف شو بدي أقوله بالعربي بس إنه حلوة مستعملها النيونس. هالتعريف الحلو اللي قاله محمد إنه أنا وصل لي هذا الإحساس. ياي شو حلوة هالفكرة لما بتستعملوها مع شريك حياتكم. أنت يمكن ما قصدك أو أنت يمكن ما قصدك بس أنا وصل لي هذا الإحساس. وإذا في شخص واعي ومتشور قدامكم وعنده وعي بتذبحوا هالجملة. يعني بتخليه يحس إنه أوف أنا جرحت هذا الشخص من دون ما أعرف، من دون ما تكون عم تعمل جادجمنت أو عم تقوله أنت غلط أو أنت صح، أو أنت غلط أو أنت صح. قصتي قصتك. من كل شخص بنتعلم، ومن كل وجع بنتعلم، ومن كل فرح بنتعلم. هذه الحياة يا جماعة. قلت لكم من فترة خبرتكم عن قصة النار. اليوم الحياة قرروا النار اللي بتكون تقعدوا حواليها. قصتي قصتك هي هالموقدي. لأنه نحن قبل التلفزيون قبل الراديو قبل التليفون وقبل كل شيء كانوا الناس يجتمعوا بالليل على النار يولعوا هالنار ويقعدوا حواليها وكل واحد يخبر قصة شو صار معه ويتعلموا من بعض. خدوا قرار بحياتكم أي نار بتكون تقعدوا حواليها. أوقات بتقعدوا حد نار ما بتفيدكم. هلأ بهالأيام اللي عم نعيشها هالتليفونات اللي بيناتنا بتعملوا فولو ونت فولو 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 قرروا هالفولو هي المجموعة اللي بكون تقعدوا حواليها. شوفوا شو تأثيرهم عليكم هالعالم. هل تأثيرهم عم بفيدكم بحياتكم؟ عم تعلموا منهم شيء؟ ولا بلا طعمة. في فكرة مهمة كمان هيك حكينا فيها شدتني وخلتني أنا قلتها بس هيك عم ترجع خليني أتعمق فيها أكتر. إنه نحن صحيح الحياة عم تتطور ونحن عم يصير عنا وعي أكتر. بس هيدا الوعي على تكنولوجيا وعلى بزنس وعلى بنفهم بكل شيء وبنعرف بكل شيء. بس على المستوى الشخصي نحن عم نرجع لورا. على المستوى الشخصي نحن مش قبلانين نضحي، مش قبلانين نبني، مش قبلانين نوقف إلى جانب الناس اللي بنحبهم. مش كل شيء تطور. في قصص لازم نحافظ عليها. مين قال انه لازم نحن نتطور بانه نحن نكون عم نكسر بيوتنا؟ شو هو هذا التطور اللي الست ما بتقبل انها تضحي كرمال ولادها وكرمال زوجها وترجع تبني بيتها او هو يبني بيته ويضحي كرمال عائلته؟ شو هو هالتطور انه الدنيا تغيرت؟ لا ما فيكم تكفوا هيك. مبلا مبلا. اللي حمل مسؤولية بالحياة وقال نعم أنا بدي هيدي الإنساني بحياتي وابني بيتي وابني عائلي وصار عندي ولاد أنا وياها، بدك تقاتل لآخر لحظة، مجبور. ما حدا جبرك تاخدوا هذا القرار ولا حدا جبرك تاخدي هذا القرار. مجبورين هالمسؤولية. هول اللي جبتون على هيدي الحياة هول مسؤوليتكم. اللحظة اللي بيصيروا موجودين ولادكم بهيدي الدنيا نسوا حالكم، نسوا حالكم من أي ناحية. صار في مسؤولية تانية، مسؤولين عنهم. ورجعوا للفكرة الأساسية، اعملوا جلسة الحوار مثل ما قال محمد. قعدوا على هالطاولة مرة بالأسبوع مرة بالشهر، حكوا، تواجهوا مع بعض. فاستعملوا كلمة كتير مهمة، وصل لي شعور. انت معه؟ قد ايه مهمه هالجمله؟ اثر فيا يا زلمه. عبالك تحطي لنا شغنيه؟ عن جد؟ لازم اختم؟ فيني احكي، فيني احكي كثير مش شوي. قصص كثيره بنتعلم فيها بالحياه. قصص بتأثر فينا، ناس بيأثروا فينا. اليوم شغلتين أثروا فيي، بنتي صوفيا وقصصكن. قديش مهمة وقديش قديش مهمين. وليد، أبو خليل، أحمد، جلال، محمود، أبو ياسين،
سعد فيصل ومحمد، ناس اليوم عملوا بصمة، عملوا بصمة فيكن وعملوا بصمة فيه، أثروا فيكن وأثروا فيه. قصص منا تعلمنا، من كل واحد منهم أخذنا عبرة، حاولنا أن نفكر بقصص. بتذكر أنه أوقات كتير بحياتنا لما ما بنكون عم نعرف ناخد قرار، نتذكر كتير منيح قديش هذا القرار هو شخصي. أوقات لما ما بنكون عم نعرف ناخد هذا القرار لأنه بيكون في سبب، أنه في شخص ثاني هو مفروض يساعد بأخذ هذا القرار، مثل ما صار مع صديقنا اليوم. قال لي ما عم بعرف أخذ قرار، هيدي الإنسان بحبها كتير بس خايف. وانت خايف، واضح مشاعرك واضحة، انت مش خايف من حالك، انت خايف من الشخص الآخر. لما بتكونوا خايفين من الشخص الآخر، شغلي وحدي فيكم تعملوها، تعرف شو هي؟ انكم تروحوا للآخر مع الشخص، تحكوا، تستفزوا، تعملوا كل القصص اللي خايفين منها تتشوفوا شو رح تكون ردة فعله. لأنه أنا بخاف من إحساسي أوقات، لأنه الإحساس أنا هيك بأمن، يمكن تقولوا هذا الزلمة مجنون، بس أنا أؤمن أنه الإحساس هو وحي، وحي هيك ربنا بيعطينا إياه تينبهنا. ما تخافوا من إحساسكم، لما بتحسوا بشي انفستيجيت، روحوا وحققوا بهالإحساس، سأل حالك وسألي حالك ليش عم حس هذا الشي، هل بسببي أنا؟ لا، عم حسه لأنه في طرف آخر ما عم يعطيني الثقة. إحساسكن جوهرة، إحساسكن نعمة من عند الله، ما تخافوا منه. لما بتحسوا بشي حققوا فيه، روحوا فيه للآخر، شوفوا ليش هذا الإحساس عندكن إياه، لأنه في شي مخبى. لأنه هلأ اللي كل عم يسمعني بيقول لي وسام معك حق، أنا أكتريت الوقت لما بحس بشغلي بعمل عكسها، برجع بقول يا ريتني ما عملتها لأنه إحساسي كان عم بدي، والعكس صحيح. أوقات بقول منيح اللي لحقت إحساسي، ليه المرات اللي بتقوله يا ريتني ما لحقت إحساسي، أكتريت الوقت بتقوله يا الله كان لازم ألحق إحساسي، أو منيح اللي لحقت إحساسي. قليل منكم اللي بيقولوا لحقت إحساسي وغلط، تحديكم. والله بتحديكم. حلقتنا وصلت لختامة. أنا بشكر كل حدا اتصل فيي اليوم، كل حدا أثر فيي، أثر فيكن، بشكركم من قلبي، بتمنى لكم راحة البال والسعادة، وبتمنى لكل واحد منكم من اللي اتصلوا، كل واحد مش مرتاح، كل واحد حاسس عباله تغيير بحياته، إنه ربنا هيك يحط إيده معه تيقدر يغير اللي عم بيصير. ولكل اللي ما كان عندهم الجرأة أو ما قدروا يتواصلوا معنا، نفس الشي بتمنى لكم إياه. قصتي قصتك موجود لألكم، موجود لنكون سوا، عم نحكي سوا، عم نشارك سوا هالأفكار، متعلم من بعض. أنا بشكركم من قلبي لكل يلي استمعوا وشاركونا بهذه الحلقة. ملتقانا أنا وياكم أسبوع المقبل بنفس الوقت. بشكر كل فريق العمل على السهرة الحلوة وعلى هزة الراس بكل شغلة عم قولها، في حدا بوجهي عم بيقول لي معك حق، برافو. قدي حلو هيك تحسوا حالكم انه دايما في حدا appreciating. كثير مهم هذا الاحساس، انه بيغذي الناس لما واحد بيكون عم يحكي شغلي وانسان بوجهه عم بقول، عم بهز براسه، بتعطيكم كثير معنويات. شكرا على المعنويات، تصبحوا الالف خير.